FM. الكلمة ليك. عباد يحبوا يشوفوا ثلج ما بصيرش برشا في تونس يمكن وبرشا وال هو درام موجود في هو ما خسر الموقف. هو تزامن مع العطله يظهر لي هو اللي خلى زاد اعداد الزائرين. والله هذه تنجم تدخل حاجه كبيره للبلاد. نجي نعمل بارير انا اخويا واللي باش يدخل يدفع دينار. والله لا مش هي ايش تحب تشوف الثلج اخويا ما نحبيه ايش تفضل انت والعائله اللي باش يدخل اخويا يدفع دينار تدخل. لكن عموما هو انا كنت مع السيد وزير الدفاع والسيد وزير التجهيز وتوقفنا احنا مع توقفنا لهم المواطنين ورينا قرار كبير معناها على المرور. قلنا لهم راي الظروف نتحمل مسؤوليتنا ونتعديه نتحمل مسؤوليتنا والناس اللي جات 300 كيلومتر و500 كيلومتر صعب الاوضاع على السلطات الجهويه وحتى على المواطنين المساكن اللي بكل صراحه معناها وشفنا في كل حتى التقارير الاذاعيه والتلفزيونيه. تحيه كبيره لاهالي عند راهم اللي قاموا معناها بعمليه ما يتصورهاش رغم الظروف الصعبه اللي عايشوا فيها ورغم كل شيء الا انهم استقبلوا الناس في ديارهم وجابوا لهم الماكله ودخلوه وبيتوهم. معناها شفنا مشهد تضامني والله يا برينا نتفاجئ. ولقينا ساعة المواطنين كلهم مع بعضهم مع الأمن مع التجهيز مع البلدية مع الوالي. لقينا نواب مجلس نواب الشعب على عين المكان زادة من برشا أحزاب سياسية يظهر لي فما فزعة. إن شاء الله الفزعة ما تكونش كان في المناسبات الصعيبة ماذا بينا زادة في الأوقات العصيبة زادة نلقاو الناس كلهم ملمومة. الكلمة ليك.